بعد نرحب ويانا في الاستوديو بالفنانة إيناس حلال، موسيقية ومعالجة بالصوت، اللي بتعرفنا اليوم على طرق العلاج بالموسيقى، وبنستانس وياكم بعزفها لأجمل الألحان. مساء الخير إيناس حلال، نورتينا. هلا نور نوركم. يعني ما شاء الله شو هالآلات اللي عندك، شايفة شيء غريب عجيب. أول مرة أشوفها الصراحة. فعلا أنا أول مرة بعد أشوفها، وأحس أن هذه الآلات يمكن لو تصححين لي بعد لها امتداد في الهند بالذات، صح؟ يعني كله كل شيء له شيء، يعني هدول آلات بيركشن، بس أنا بنقي الآلات اللي كتير مميزة. هن هاند ميد، هيدا مصمم خصوصي مشاني، اسمه كاخون، وهيدا اسمه ألودو، وهيدا اسمه ساندرا. وهيدا الجرس اللي هون، أو ما تفكروا هيدا له علاقة بالطبخ، لا، هلا هيدا ما رح نطبخ فيه، مال الطاقة شيء يسوي، هيدا هو خاص بالعلاج بالصوت. حلو. فيعني بنعرف تفاصيل ان شاء الله اكثر. اكيد. نبغى نرحب بعد عبير باستاذه عندنا هني، زميلتنا مروه، وكذلك عندها الشيف الاستاذه رنا حيدر. يا مرحبا فيك استاذه رنا. اهلا، مرحب فيك. اهلا حبيبي، مساء الخير. مره خلينا توصفين لنا وايد. انتم عندكم العلاج، انتم عندكم العلاج بالموسيقى، نحن هي علاج المعده، علاج بالاكل. فانتم عالجوا، نحن بنسوي الاطباق انا والشيف رنا. ان شاء الله. وانتم تسمعوا الموسيقى وتفننوا في السلطه والاكل. اجواء. بنيكم اخر الفقره، بناكل وياكم ان شاء الله. شكرا. انا بساعدك. طبعا اكيد. اذا استاذه لو تخبرينا اكثر عن مفهوم العلاج بالموسيقى كمفهوم وكتطبيق، وهل هناك الات معينه، يعني تعطينا نبذه عامه، لان اعتقد عبير هذا موضوع جديد بالنسبه لي انا على الاقل. دائما نسمع عن الاستشفاء بالموسيقى والعلاج بالموسيقى، لكن كيف يتم ذلك وباي الات؟ تفضلي. شكرا. هلا العلاج بالموسيقى هو شيء، يعني هو جديد هلا حاليا، بس هو كثير قديم، يعني حتى من ايام الفراعنه كانوا يستخدموه كعلاج مساعد بالعلاجات التقليديه الثانيه للجنود اللي كانوا يروحوا للحرب او لاي حدا عامل عمليه، لانه هو بيساعد بتسريع عمليه الشفاء. نعم. فالعلاج بالصوت يلي هو شوي مختلف عن العلاج بالموسيقى، لانه الموسيقى والصوت شغلتين مختلفين. الصوت فيه يكون اي صوت، الموسيقى بدها تكنيك معين، بدها تاليف معين، بدها شيء. بس اثنيناتهم بالاخر يعني الجوهر تبعهم هو انه نحن بنغير ذبذبات الدماغ لحتى توصل لذبذبات معينه تقدر تريح الشخص وتعيد الخلايا يعني حالتها الشفائيه اللي هي حاله الطبيعه، يلي هي الحاله الشيء المنيح والنشاط وكل هدول الاشياء. فهذا الشيء اللي بيعمله العلاج بالموسيقى او العلاج بالصوت. الالات اللي تستخدم بالعلاج بالصوت هي يعني هلا نحن فينا نستخدم اكثر من، انا هذا مثال كثير صغير. شو اسمها هذه الاله استاذه؟ هدول اسمهم هيمالاين بولز. هيمالاين هن الاوعيه الهيمالايا، اللي هن لانه جايين من منطقه الهيمالايا، ولكن هن جراس، يعني هن مثل كانه جرس بس مقلوب، يعني بدل ما يكون هيك هو هيك. هيدا واحدة من أدوات العلاج بالصوت، ولكن في أدوات كثيرة مثل الشوكات الرنانة. إذا حدا أكيد راح لعند دكتور مفاصل أوقات بيحط شوكة وبيرن له إياها، هيدا كمان نحن بنستخدمه بالعلاج بالصوت. جميل. وفي أوعية عن الآلية نفس ما ذكرنا في الأول، حاب أعرف تفاصيل أكثر. خلينا نقول أنا الحين عندي مثلا صداع، أو عندي أزمة نفسية، أو عندي أي طارئ طبي ثاني، أو ضغوطات عمل مثلاً، خلنا نقول يعني أشياء لها علاقة عبير بالأشياء النفسية، صح؟ صح. نفس الضغوط ونفس غيرها من الأشياء، كيف ممكن أنا أستشفي أو أتعالج أو تساعدني خلنا نقول هذه الآلات والميوزك في هذه العملية؟ حلو كتير. هلأ كتير حلو اللي حضرتك ذكرته، أنه أغلب الأمراض هي عم تجي بسبب الرئيسي هو التوتر، يعني وجع الراس وضغط الدم وكل هدول الاشياء. فوقت اللي نحن بنعمل علاج بالصوت بيكون بنستخدم نحن هدول الادوات، بنحطهم بطريقه معينه حوالين الجسم لحتى هن يقدروا يعني يتوافقوا مع ذبذبات الجسم، لانه نحن جسمنا كل قطعه فيه لها فريكونسي معينه، ذبذبه تماما الذبذبات يعني نحن بنستخدمها لنعير محطه راديو او تلفزيون. فبصير العلاج عن طريق انه يعني في طريقه معينه نحن بنغير كل شوي فيها الالات، وبنستخدم بنرنهم بطريقه معينه بينحسب الدقائق والثواني وكل هدول التفاصيل، وحسب الحاله طبعا، لانه ما فينا نبلش لحدا منه عامل مثلا من قبل علاج بالصوت نبلش له فيها بطريقه كثير مكثفه، لازم شوي شوي. فهيك بشكل عام، يعني اذا بدنا نحكي بشكل عام. نسمع شيء عبير، شو رايك؟ يلا نسمع. انا حابة اسمع هذه الطاسه اللي عندك، هذيك الذهبيه، شو اسمها، شو يسمونها هذه؟ هذا مدق، هذا مدق ولا هدول اسمها الهيمالايان بول.
أنا أسميها طاسة. طاسة. فيك تسميها طاسة بالعربي. هي مش نفسها مالت الأكل صح؟ هذه. على فكرة سؤال كتير حلو، لأنه هي بالأصل هن كانوا يستخدمون للأكل، بس في عالم اكتشف الخصائص العلاجية أو الخصائص اللي ممكن تأثر على الدماغ بس رن وعرف صوتهم. لهيك هن جايين من منطقة الهيمالايا، هن كانوا يأكلوا فيهم بالأصل، وشوي شوي مع العلم والاكتشافات اللي بتصير بالصدفة كتير حلوة. نسمع منه الحين. أوكي، هلأ بس نعمل علاج بالصوت في طريقتين، أو نحن نضرب ضرب، أو نعمل من إلا ريم. جميل. زين نسمع العزف الثاني. في شيء نوع من السكون والراحة. 100%. بس كمان شغلة كتير مهمة هن الزبزبات اللي بتطلع من هدول الأوعية. هلا هذا وعاء صغير، ولكن بس يكون وعاء أكبر فبيصير فيه كتير زبزبات قوية. فبس يكون واحد قاعد بقلبهم فهو جسمه كله بيتفاعل معه، فهون بتصير عملية. نسمع عزف أستاذة بعد من هذه الآلات. أكيد يلا. يلا. جميل جدا. شكرا لك. مع هالعزف نحن بنروح لمروه. ها مروه ضيفتنا في الاستديو، نستمع للموسيقى الجميله. يعطيكم العافيه، ونحن نتريى منكم بالسلطه الجميله اخر شيء. جوعتونا وايد، بس الحين بنسمع المعزوفه وبنرد لكم. ان شاء الله يكون الاكل جاهز على هذه الخمس دقائق ثلاث دقائق. تفضل استاذه ايناس، كلنا اذان صاغيه. نسمع من شيء ثاني. شكرا.
صفقة صراحة. صفقة صفقة يعني صفقة. لازم كل شيء. Thank you. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. شكرا. شو رأيك إناس نروح كلنا للمطبخ الحين؟ والله هي الريحة هيك. نسمت علينا الريحة. نسمت ريحة وايد. يلا بسم الله. هو أوردي مستوي. بعدها. بس بهرية ما تنسي. ما شاء الله. بدنا نثبت لهم. هذا شو استاذ رنا؟ هذا توم بودرة. اوف. فيكم تضيفوا توم عادي بس البودرة هيك لطيف خفيف وطعمه كثير طيب. طيب نرجع لشو قلنا وتومه واحدة صغيرة. اوكي. بتعمل كيك كثير حلو بس صغيرة ما تكتروا. مشان في عالم بتجي على لا لا هو حتى اللي بحب التوم بحيتضايق لأنه دغري بيطعم. حنحط شوي بلسمك فينيجر اللي هو الخل البلسمي. حسيت لذيذ ويا السلد صح؟ ايه أنا بحبه كثير. هذا الملح؟ أنا لا أستغني عنه. كمون المكسيكان كثير بحبوا يحطوا كمون بأطباقهم. والكمون أصلاً مفيد. والكمون مفيد. برافو عليكي. بيروح مع التوم. أنا ملاحظ شو كمان كمون وكمون طبيعية وايد. هل هذا يعني هو نظام غذائي معين؟ لا لا. شو النظام يعني؟ يعني مزج هذه المقادير ولا يعني هي مقادير طبعا. شوف احكي لك شغله بالسلطه اللي بتحبه حط منه كثير ما حدا يعني ما تزعل حالك عندك بس بالطبخ لا بدك تقيد سوي لي تبغى بس بال بالطبخ بدك شوي تتقيد بمقادير كوبايه كوبايتين بالسلطه انت مثلا انا بحب التوميتو اكثر طبعا انا ميت ما اعرف شيء اوريجانو ترى المكسيكان عندهم تايب من اوريجانو بس مش متوفر باسواق فاحنا بنستخدمه بالاوريجانو بنستبدل يلا شيف رنا باقي لنا 2 مينيتس بنفوز ولا ما بنفوز لا بنفوز يلا يلا خلصنا طيب انت بهذا الوقت بدي اعطيكي جار من الريحه بس من غير ما ناكل وحطي فيه الخضروات كلها بس شو اسمعي شو تعملي اتركي لي شوي من كل وحده عشان نحطه على الوجه لا مش هذا هذا خليه هذا ملح من اول لا لا انا الحاله طيب شو رايك ايناس منو ما يعرف يطبخ عبير ولا مروه شكل الاثنين كلنا طيب هلا خلطتها شوي هلا بحط كزبره الكزبره اخر شيء بتحطها عشان ما تصير ولا خليها زي ما هي وشويه ملح حلو هيك اوكي الله يستر شو رايك انا وانت وبعدين نرجع نخلطها مره ثانيه وخلصنا نخلص نحن صار عندنا الدرس تعرفي اعذروني على الازعاج تخترب لا ما في ازعاج بالعكس هذا طرب صوت طرب ما بعرف اذا مناسب كريمه انا بحطها هيك الالوان حلوه لو سمحت خليني اساعد اساعد في هذا الشيء يعني احس اني طبخت حطي بعد زيتون طيب انت بس تشوف الشعر انت بس تشوف هذا نوع من الموسيقى بس هذا نوع من الموسيقى حبيت طيب هاي راح احط نوع من الموسيقى اوكي نحن خلصنا السلد فزنا ما شاء الله فزنا هلا شو بنعمل؟ هني المين ناكل هلا بنجيب معلقة خلصت لكم المعالق عم لك انه في عمل جماعي راح احط شوي هون على الخس دايركت وفي شغلي كمان حلوة حطي لي هون شوي كمان وانا هون بس شويه يلا. اوراق من الكزبره ايوه هني صح كثير بتعطي كيك حلو حطي معلي ما حد تشوف حطي ازيد كتري كل هذا بيتصفى يلا يلا ها يلا شفت العمل الجماعي لازم تعملوا حلقه عن العمل الجماعي فعلا يا يعني قطعه وهذا الرز لازم نحضره من قبل صح استاذ بس سؤال شيف يعني انا اللي اعرفه ان كل ما احطي فوقه حطيه فوقه انا اللي اعرفه ان يوم يكون في عده انفس في الطبخ شاطه الطبخه خلص احنا بنقول عندنا شو كتله الطباخين شاطه الطبخه لا ان شاء الله انها تطلع كل حد يضيف شيء يعني احترقت طيب هون خلص يلا على السريع على السريع يعني اعذرونا نحن خلصنا طيب وانا كمان يلا ها شوفوا رح ازين شوي هون انا باخذ ازين من عندك الالوان غير شكل والريحه كمان ايدك يا عبير بعدش ما بكتي وبعدين بنقول لكم اذا بدكم اكسترا ليمون حطوها نسكر الغاز ينسي الافوكادو حط الافوكادو البصل احترق خلصنا خلصنا خلص وتمت بحمد الله خلصنا خلص اوكي هلا السلطه ان شاء الله لا ما شيليها شيليها على النار شوف البصل شو نسوي هنا شوف الطباخه عبير هلا الحين شو اسوي هلا شوف ايش بدنا نعمل بس قبل تعالي بس اعمل حركه ايوه جيبي لا 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 تحطني حاضر خليك ماسكه شو رايك ولا مش لازم مش لازم تشتغل شوي يعني اوكي يلا هلا عبير فاينل تاتش يلا تحملي براودلي عبير بكل فخر سرعه ها شاب يلا انا شفت فيها الطباخه بس متخبيه
شكله لذيذ. شوفوا مشاهدينا الحين نحن خلصنا الطبخة المشتركة، وهو شكله راح ياخذ صحن الباخذ صحن بروح انا. والحين نفس ما شفتوا متابعينا ومشاهدينا، كانت هذه حلقتنا اليوم متنوعه، كان فيها الجانب الطبي وكان فيها الجانب الموسيقي والحين الجانب الغذائي. نشكر كل ضيوفنا اللي كانوا ويانا، وكذلك نشكر الاستاذه رنا، ونشكر كذلك الاستاذه ايناس على تواجدهم. كل الشكر لكم.